سماع الغناء يميت القلوب، سماع الغناء يورث النفاق في القلب. علاه؟ جرت سنة الله في الكون أن القرآن والغناء لا يجتمعان في قلب إنسان، محال. حب ألحان الغناء وحب وحب القرآن في قلب عبد ليس يجتمعان، تقدرش. يا غناء يا قرآن. قد تجده يسمع الغناء يقول لك أنا نقرأ القرآن، بس أنت القرآن لك تقرأ شغل، تقرأ جريدة ماكش تنتفع، لأنه جارت سنة الله في الكون، الغناء والقرآن لا يجتمع. لهذا أعظم الأشياء التي تميت القلب هي سماع الغناء. يقول لك ننسى وانتبه، هذاك اللي يسمع الغناء بعد سماع الغناء يتبعها حصارات، حصارات من ورائها حصارات، ظلمات بعضها فوق بعض. لهذا كان يقول السلف الغناء بريد الزنا، وهو من أعظم أسلحة إبليس. لهذا شوفوا أهل المخدرات كلهم يسمعون الغناء، المتبرجات كلهم يسمعون الغناء، أهل الزنا والخانة والعياذ بالله كامل أهل الغناء. ما يجتمعش القرآن مع الغناء، محال. كاش مرة أنت واحد سكير يمشي في الطريق ويسمع، تقول له أعطيني تسيبو يسمع القرآن، محال تسيبو يسمع الغناء. تصيب متبرجات يمشي في الطريق ودايرة كيتمان، قول له أعطيني تشوفو يسمع، محال تسمع. لا يجتمعان. الغناء يظهر على هندامي على حالة أهله، سبحان الله، يقتل القلوب. ما كاش حاجة تقتل القلوب وتبعد العبد عن ربي، عن ربنا علام الغيوب، مثل سماع الغناء. والله يا إخوان، هذه رسالة إلى الإخوة والأخوات، الذي ابتلي بالغناء فليتق الله. علاش؟ لأن الغناء يحطم الحياة، الغناء كالمخدرات، كالمخدرات. على اللي يعتاد الغناء ما يقدرش إلا أن يشاء الله، ومن عاش على شيء مات عليه. حتى يذكر صاحب كتاب الأشقياء والسعداء، هذا عنده كتاب يذكر، يقول وقع حادث مرور، واسمع هذه رسالة إلى كل من يسمع الغناء. وقع حادث مرور في أحد الطرق السريعة، والله طرد لثلاثة من الشبان، ثلاثة شباب كانوا في السيارة، كانوا يسمعون الغناء صاخبا. اثنين ماتوا في الحين، ماتوا بمجرد الحادث ماتوا، بقى واحد في الرمق الآخر في السكرات. تقدم له الشرطي رجل المرور، قال له، يبدأ يقول له قل لا إله إلا الله، قد شافه راح يموت، يعني هي لحظات ويموت. بدأ يقول له قل لا إله إلا الله، قل لا إله، يكررها له والأخر يشوف فيها نقدش يقولها، يقول له قل لا إله إلا الله. يحكي هذاك الشرطي، يحكي ويبكي. قالوا من بعد حكمني من يدي هذاك الشاب وزير عليا، وقالوا على بالي وش راك تقول، بصح ما رانيش قادر نقولها. ثم مات. رسالة إليك يا من تسمعين الغناء، هاي نهاية تاعك. وأنت كذلك، فاتق الله، فسماع الغناء يقتل القلوب، يميت القلوب. وسماع الغناء صاحبه العياذ بالله معرض لسوء الخاتمة، لأنه من عاش على شيء مات عليه وبعيد.